يسعد مساء الطيبين وبسم الله الرحمن الرحيم. كثر من المتابعين المحبين عم يتراود لذهنهم أسئلة كتيرة. خالي دلال، نحن بدنا باب رزق نعمل قناة. حبيبة قلبي، لكل مجتهد نصيب. حلو الإنسان إنه يشتغل بضمير ويقدم بحب ويكون إنسان معطاء، ولكن هناك شروط. رح أحكي بداية خالي دلال حناوي وشلون فتحت القناة وشلون استغلت، مشان ما حدا يستغلكن أبداً بعمركن وحياتكن. الأشهر فضيلة وربنا شاهد على كل كلمة بحكيها بإذن رب العالمين صادقة مليون بالمية. انتسبت لجروب اليامي فود بال2013 وكنت أنزل فيديوهات قصيرة لأعلم الطبخ. تفاجأت من هالمردود الجميل من المتابعين. الإنسان المتابع ذكي، بحس بمصداقية المعطاء، وكان كتير في متابعة. ما ألاقي ولا كتير من الناس: خالي دلال افتحي قناة، خالي دلال افتحي جروب، خالي دلال ليش ما تفتحي؟ لأنه ما شاء الله عندك خبرة كبيرة، كذا كذا كذا. يعني أخذت بالفكرة، جيت ناقشت جوزي، قال لي ما توجعي لي رأسي. أنا زوجي طبيب وما له بهيك أمور، لا فيس ولا غير ولا يوتيوب ولا هالشغلات كلياتها، ولا حتى أنا. المهم أجت صبية، أجاني عروض كتيرة وأجتني صبية أنا اخترتها، سبحان الله، يمكن مشان أخذ درس بحياتي. اسمها ريم الجمال، هي فلسطينية الأصل. قال مدام دلال افتحي قناة. قلت لها أنا ما بعرف، وجوزي ما عنده هيك دراية بهيك أمور، قناة وما قناة. قال مدام دلال أنا بخدمك، أنا بعمل لك قناة وبحط اسمك ونزل الفيديوهات فيها وأنا بحملك. قلت لها أنا ما بعرف شلون بدي أنزلهم. قالت لي أنا بعطيكي الباسورد وأنا بعمل لك الإيميل وكل شيء، وأنتي نزلي وبرفع لك ياهن بنزلهم أنا. قلت لها ماشي الحال، وصارت تنزلهم. أجاني كتير بعد فترة شي سنة، أجاني من المتابعين: خالي دلال هالإنسانة عم تستغلك. أقول مستحيل مستحيل، إيش عم تستغلني؟ أنا شهدتها قدام رب العالمين. يا ريم، إذا أنت بدك تعملي القناة إلى مردود، ممكن أنت تحطي تاخدي النص يحق إلك، وأنا النص بدي أحوله ليتامى الحرب. قالت لي أعوذ بالله يا مدام، أنا لا عم بستفيد ولا شيء، وأنا بهيك أمور أقسم بالله صفر، يعني يمكن لدرجة الغباء. المهم الصبية نكرت هالأمور، قال لا. قلت لها طيب أنا شهدت رب العالمين، ومشينا. تميت معها تقريبا 3 سنوات ونص، وإذ إجاني خبر مليون بالمية فتحوا عيوني على هيك أمر. معتبرتني غبية، حتى قلت لها حبيبة قلبي معلش خلينا نفض هالشغلة، عطيني أنت فتحتي القناة هاي إلي، عطيني إياها. لأنه عادة وقت أنت بتحطي إيميل بتعطي معلومات لليوتيوب، بتعطي معلومات سرية لحتى يتأكدوا بعد لا سمح الله تهكرت، يعرفوا أنه هاي إليك. أنا ما بعرف هالمعلومات أبداً. غيرت الباسورد، وكل فترة تهددني بأنه بدها تحذف الفيديوهات، وقالت لي أنتي مالك عندي شيء، أنا هاي القناة ما بحسن أعطيك إياها لأنه بتواصل مع أقربائي من خلالها وربي شاهد هالكلام. في صديقة لإلي ذكية ما شاء الله بهيك أمور، قلت لها، صارت تضحك، قال مستغبيتك لهالدرجة؟ ليش في تواصل من خلال اليوتيوب؟ ليش ما في تليفونات؟ ما في يعني. المهم استغلت طيبة القلب. أحيانا الإنسان من كتر ما بيكون طيب يستغل، مشان هيك ما حدا يستغلكم. أنا كنت الطيبة زيادة عن اللزوم، هلأ تفتحت طبعا. المهم قدمنا شكوى، ساعدتني صديقتي الصدوقة روبا، قدمت شكوى باسمها وقالت لي دلال ما تزعلي، أنا بفتح لك قناة
وقدمت شكوى لليوتيوب، اتأكدوا انه هذا الصوت صوتي وامهلوها خلال 24 ساعة لازم ترفع الفيديوهات وتتسكر القناة. المهم فتحت قناتي جديدة من خلال ربع، وهذا الحكي مر عليه 4 سنوات استغليت 4 سنوات والله العظيم. صورت بقى اليوتيوب يعطيكي معلومات منذ إنشاء القناة المبلغ اللي تستفيدي منه. المهم لو في تصوير كاميرا لأصور لكم إياه، موجود موجود لحد الآن موجود، حتى قالوا لي إنه ممكن ترفعي عليها دعوة لو كنتي بأمريكا كنتي استرديتي كل حقوقك منها. المهم صبايا تميت أشتغل، فتحت القناة تميت أشتغل 2 سنين بدون شيء نهائي لله في الله. وبعدين سبحان الله الناس بتراقب وبتشوف وبتعرف الإنسان اللي عم بيشتغل لله. أجاني عروض، 3 عروض، عرض عراقي، عرض مصري، عرض سوري. اخترت العرض السوري، شبكة وطن قالت لي مدام دلال إنسانة رائعة بمنتهى الرقي، اسمها رهف، قالت لي مدام أنت عم تروحي آلاف الدولارات بكل يوم، ليش أنت عم تتعبي وبتعطي من قلبك وصفاتك ما شاء الله وعلمتي الجميع. وقت اللي فتحنا القناة وصرنا نعلم ما كان فيه هالكتار اللي عندهم قنوات، لا 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 ما له موجود. هلا اللي عم تشوفوه على الساحة ما له موجود، كان ب 2013 والفيديوهات موجودة. صعيد طويلة بس أفادت الجميع، كانت عفوية. أنا كنت أمسك الجوال بإيد وأشتغل بإيد وأصور بكل عفوية، حتى ما أعرف أقص المقطع اللي بدي، أنا بحاجة أقصه. المهم أخذنا عرض شبكة وطن، قلت له لزوجي عبد هيك هيك هيك، قال لي اوعك لا توجعي لي راسي، انا بغنى عن وجع الراس، اللي بدهم يعطوك اياه انا بعطيك اياه، انا ما بدي وجع راس، انا بخاف يا ترى ما مدى مصداقيه هالشبكه، يا ترى انت واثقه بلكي حطوا لك مشهد معين بالفيديو عندك، نحن ما بنعرف هيك امور. لانه المهم مدام رهف حكيت معي وحكيت معه وانكتب العقد وراح حطه عند محامي وقرأ العقد، وتمينا 3 شهور لحتى أخذت قرار منه. أنا زوجي من النوع اللي بيخاف وبيحسب حسابات كتير كبيرة. بعد مدة 3 شهور أو 3 شهور ونص لحتى عطينا الموافقة، وافقنا والحمد لله. شبكة وطن رائعة، عندها مصداقية، تعمل لك حقوق حفظ. أنا كانوا فيديوهاتي في ناس كتير مشهورة، إن كان على النت وإن كان بالفيس، لسه ما أحط هالطبق هاد يكون اتاخد ونحط، كانوا يمهلون. أمس مؤخرا مدة شهر في شخص ما بدي أذكر اسمه، مشهور هو، اخذ كله فاتح على الفيس وعم بيعرض فيديوهات خالي دلال حرفيا، وهو المستفيد. ليش ما هو، ليش هو يستفيد ما انا استفيد؟ لانه فعلا انا عم بتعب. المهم ردوا لي اياها، عطوه امهلوه مده 48 ساعه. المهم ممكن ببساطه بعد ما تحققي بظن لك 1000 مشترك وعندك 4000 مشاهده، بحق لك انه تقدمي لليوتيوب مباشر، لانه شبكة وطن او غيرها هي عبارة عن وسيط بتاخد اجرة، لانه هي عم تتعب كمان، عملت لك عدة امور ما بدنا نتعرض لها، بتاخد نسبة ارباح من اللي بتاخدي انت. يا ترى ما قيمة او ايش هو المبلغ اللي عم تاخدي حسب ما بتشتغلي وحسب المشاهدات، لانه ما وحسب عدد المشتركين، جوز انت يكون عندك 100 مشترك بس عندك المشاهدات كتير عالية بتربحي اكتر اكتر من الانسان اللي عنده 500 او 600. واقسم بالله بعمري وحياتي ما نظرت عدد المشتركين
او ساعد لحتى انه اروح اعمل اشتركي يا فلاني واشتركي يا علاني، حتى وقت اللي ببداياتي الصبايا المحبين هن يقولوا لي خالي دلال انت صار عدد المشتركين 50، انت صار عددهم 90، حتى يوم اللي اللي عملوا الدرع الفضي انا كله على بعضه مالي خبر. في صبية عم بتقلي انه كذا كذا بعتوا لي اياه وكرموني، وبعدها انتقلنا لل 400 ولا لل 500، ويمكن هلا صارت يمكن صارت 600 ما بعرف. المهم بعمرك ما تنظري العدد. انا حكيت هالكلام عشان اوصل لك فكره انه اهتمي بالطرح. المفروض منهب ما لازم منهب ودب يعمل قناه. يا جماعه الانسان لازم يكون متمكن، يعني من وين ما نقرتيه يرن. انت المفروض تجاوبي اي جواب بخطر ببال المتابع تجاوبيه، ولا لا إش أنتي تفتحي قناة تعليمية مشان إيش؟ وهذا كله بيجي من الخبرة. وعلى فكرة رح يصلكن أعداء كتير كبيرة. أنا أول ما دخلت اليامي فود صار لي أعداء من هدول المشهورين، يجوا يقولوا لي هذا الطبق أنتي متأكدة أنتي عملتي، ويروحوا يشككوا بمصداقية الوصفة. يعني رح تتعرضي لكتير وجع راس. وفعلا أنا تعرضت لكتير وجع راس ولناس متابعين على سرقت وعملت وساوت هالحكي الفاضي كلياته. ما تهتموا، انظروا للأمام، لا تستهيني بقدراتك، وأي كلام بتوجه لإلك ردي بحسن، معلش الأجر من الله. مو معناته هذا غباء، لا، طيبة وذكاء وخوف من الله. وبإذن رب العالمين رح ترزقوا. اليوتيوب بجيب لك أرباح جيدة إذا عندك فعلا وصفات دقيقة وتكون فيها مصداقية مليون بالمية. بعمرك ما تعملي وصفة فاشلة لمجرد الظهور، إذا مالك متأكدة إنه هالوصفة مليون بالمية طيبة ما تعمليها. والمفروض وقت تعملي أي وصفة تعملي عليها بحث كامل. صدقوني أنا وقت بتكون وصفة جديدة أقسم في الله، موجودة الصبية روان كيالي، أنا بدرس الوصفة 3 شهور و4 شهور وبجربها مرتين وثلاثة، وباخد الملخص وبطرحه فعلا بمصداقية تامة، وفعلا بيكون ناجح مليون بالمية. حبيباتي موفقين ان شاء الله، الكل بيرزق. ودايما حطي في بالك القبول من الله والرزق من الله. وقت بطلع عليك ناس ضد المفروض تحترميها. بالحياة في ميزان، هناك الضد وهناك مع. ما دام كفة الميزان المع هي العليا، استمري وارفعي راسك بفخر. وبإذن رب العالمين موفقين.